تربية الأبناء، تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجالة، جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم مع استشارات تربوية في انتظار استشارات حضراتكم حول تربية الأبناء والمراهقين، وأيا كانت الاستشارات النفسية للكبار. وأبدأ مع حضراتكم استشارة سابقة كانت عن قلق الامتحانات. قلق الامتحان، وانا عارف ان اليومين دول في ناس بدأت وفي ناس هتبدأ قريبا ان شاء الله، امر طاقة ايجابية او طاقة سلبية داخل الشخص، داخل الطالب، هو الذي يحركها، والاسرة هي التي تديرها وهي التي تحركها. ايا كانت هذه الطاقة تخليها الاسرة ايجابية او تخليها سلبية، الطالب يخلي الطاقة دي يعني إيجابية تدفعه دفعا أو سلبية تقف أمامه. قلق الامتحان، القلق بشكل عام، في قلق طبيعي وقلق مرضي، في قلق صحي، وده جهاز إنذار يحركنا، يدفعنا، يخلينا نتحرك في مقابلة، في امتحان، في أمر هام، يخلينا نقلق قليلا. فقليل من القلق خير وكثير منه ضار. لما القلق يبقى طبيعي أو صحي، يبقى قدر بسيط منه بيبقى واقف ورانا، يدفعنا للإنجاز، للنجاح، للتميز، للتفوق. إنما إذا زاد القلق عن حد واتقلب ضده، إذا زاد وسبقني وجي قدامي، فهيعرقلني وهيعرقل مسيرتي للنجاح. وبالتالي المهم إنه كيف أدير ذاتي، كيف أدير طاقتي الداخلية، كيف أجعل من القلق طاقة إيجابية لا طاقة سلبية، كيف أجعل من القلق محفز ودافع للنجاح وليس معرقل ومقيد ومبعثر لطاقتنا. لأن حقيقي قلق الامتحان بيبعثر الطاقات ويضيع الجهد ويبدد المجهود طوال السنة كلها. ممكن واحد يذاكر طول السنة، لكن لأنه لديه قلق من الامتحان ده ممكن يعني يجعله يعني يبعثر طاقته الإيجابية. وعندنا قاعدة بتقول أن العوامل الانفعالية، سواء يعني القلق أو الخوف أو يعني أيا كانت الانفعالات السلبية، تؤثر سلبا على العوامل المعرفية، الانتباه والتركيز والذكاء والإدراك والتفكير والاستدلال والمنطق والابتكار والإبداع. يبقى إذن ما ينفعش أن أنا أخلي الخوف يدخل على عقلي فيضرب فيه ملفات ويخليه بلغة الكمبيوتر يهنج. لا، أنا محتاج أن عقلي هو اللي يدير مخاوفي، وبالتالي خليها واقف عند حدها. وانا اللي بكبر الخوف قوي فبخاف منه، او انا اللي ممكن بعقلي اصغره قوي فيبقى قوه دافعه. مفيش حد ما بيخافش تماما، كل البشر بتخاف، كل البشر بتقلق، ولكن القلق الايجابي القوه الدافعه للامام مش القوه المعرقله. طيب، لا شك ان الشخص لما بيبقى عنده قلق الامتحان بيبقى عنده اعراض معينه بتنتابه، وده معروف. يعني قلق الامتحان معروف لدى كل الطلاب، يعني بدرجات. في درجة بتبقى زي ما قلت إيجابية تدفعه للنجاح، ودرجة سلبية بتعوقه الحقيقة عن النجاح. لكن بيحصل بقدر بسيط أو كبير للي عنده القلق المرضي بقى من الامتحان، وهو جزء من القلق بشكل عام. فاللي عنده قلق بشكل عام يبقى عنده قلق الامتحان يعني، فهيبقى في أعراض نفسية زي خوف وتوتر ورهبة وتوجس وحذر وتوقع سلبي وهيبقى في أعراض عقلية زي التشتت، ويقول أنا ناسي يا دكتور، ويقول أنا حاسس أنا مش فاكر حاجة خالص، وعندي توقعات أن الامتحان هيجي أصعب من قدراتي، وحاسس أن أنا هسقط، وتبقى أفكاره كلها سلبية، ويحس أنه مش مركز تماما ويتشتت وقت الامتحان. وده ما يقلل المعلومات اللي جوه العقل ويعرقلها عن انها تخرج بشكل طبيعي وتلقائي في ورقة الإجابة. بتنتاب البعض لدى الامتحان برضو بعض أعراض قلق الامتحان بشكل جسمي، بيلاقي فيه رعشة في الإيد وهو بيكتب، بيلاقي فيه تصبب عرق، أحيانا يبل الورقة من العرق اللي هو من إيديه،
ويبقى هو مش واخد باله ايه الموضوع، وفي نفس الوقت يحس انه في تصبب عرق وفي خفقان، يحس ان الروح تسحب منه، ويحس انه في نبضات او ضربات القلب عاليه، ويحس ان التنفس برضه عالي، ويكاد يسمع صوت ضربات القلب، ويحس بحاله من يعني الضياع التام على المستوى الجسدي. يحس ان هو مش موجود، يحس ان هو مش قاعد على الكرسي، يحس ان هو مش يعني مش هو، مش موجود. يجي يقول لك يا دكتور انا بحس ان انا وقتها مش عارف صحي ولا نايم، انا مش موجود، مش حاسس بنفسي يعني. وبيبقى فيه برضه بعض الاعراض السلوكيه ان هو بيبقى عصبي وقتها، متوتر، مش طايق اي حاجه، وعصبيته دي تخليه مندفع، والاندفاع ده يخليه للاسف ما يكملش قراءه السؤال، فبالتالي القلق لما بيزيد عن حده بيتقلب ضده وبيعوق فعلا. طب ليه البعض بيقلق؟ يعني ليه البعض بيقلق وليه البعض قلقه بسيط؟ هو الكل بيقلق طالما بشر، ولكن في قلق بسيط وفي قلق متوسط وقلق شديد. يعني زي ما قلت لحضرتك ممكن واحد يقلق في الامتحان لانه هو على بعضه عنده اما اضطراب القلق يا اما هو شخصيه قلقه، في حاله قلق وفي سمه قلق. حاله قلق ده عند موقف معين مثير مخيف او مثير مقلق، يروح المثير يبقى هو هادي ما فيش اي مشكله، لكن في سمه قلق يبقى الشخص قلق على طول الخط، هيجي له امتحان هو قلقان، هيروح مقابله هو قلقان، هيروح يبقى في موقف جديد هو قلقان، هيتكلم قدام الناس هو قلقان، هيروح يخطب هو قلقان، ده من اولى ابتدائي لغايه لما يروح يخطب برضه، وهيروح عمل جديد هو قلقان، طول الوقت هو قلقان، فيعالج من القلق لانه النهارده قلق الامتحان بالنسبه له موقف ضاغط، وبالنسبه لي في كل موقف ضاغط هيطلع القلق طالما هو عنده مشكله القلق بشكل عام، او عنده هو شخصيه قلقه وسمه القلق موجوده معه على طول. طبعا لا شك انه اللي بيزود حاله الخوف او القلق الادراك السلبي للموقف، يعني هو حاسس ان الموقف ده صعب جدا جدا وعمال يبالغ فيه بشكل رهيب، ويحس ان هو بقى يعني فار قدام اسد، فبيحس ان هو يعني نقطه في بحر، يحس ان هو ضعيف جدا ويكبر في الموضوع. والمساله كده قياس خاطئ، المساله كده تفكير انفعالي، المساله كده تفكير عاطفي، المساله كده فيها مبالغه زياده، المساله فيها تعميم خاطئ، لانه ممكن يكون واحد حكى له ان انا بقلق قدام وقت الامتحانات فقلد القلق، لان القلق بالعدوى، او في حد في البيت قلقان، او الام والاب قلقانين زياده فنقلوا القلق للاولاد بالعدوى، او سمع صاحبه قال انا قلقت السنه اللي فاتت، او هو قلق السنه اللي فاتت، او قلق في موقف بسيط، او فشل في موقف زمان. المهم ان المخ بيعمل تعميم سلبي لهذا الموقف، وبالتالي يرفع درجه القلق عنده ودرجه الخوف من الامتحان بالتحديد. يبقى اذا موقف الامتحان هو قلقه وتصوره وتوقعه السلبي وادراكه الخاطئ ان هو هيسقط، ده اللي بيخلي عنده المشكله. فانا بقول لكل طالب على حسب ادراكك، هيكون ادراكك للامتحان ايه؟ إيجابي ولا هيكون سلبي؟ على حسب اعتقادك في قدراتك، على حسب اعتقادك في الامتحان، على حسب خبراتك السابقة هتبقى أنت شايف الامتحان إزاي؟ أقعد مع نفسك دلوقتي وحاول بقدر المستطاع لغاية لما أرد على الاتصال تكتب لي كل الإيجابيات اللي عندك وكل نقاط القوة اللي عندك وكل المهارات اللي عندك، وفي نفس الوقت تقول الامتحان إيه اللي هيحصل يعني، وشوف انت قدراتك قد ايه والامتحان قد ايه وكام امتحان عديته لغايه لما اخد الاتصال وارجع لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام عبد الله اتفضل يا فندم. لو سمحت يا دكتور انا عندي ايمان وعبد الله. ايوه. ايمان عندها 4 سنين وعبد أيوة. الله عنده 2 سنة و7 شهور تقريبا. ايوه. يعني هي تقريبا مش عايزه تقعد معايا في البيت خالص. يعني على طول يا عند عمتها يا عند جدتها. يعني تقريبا هو سبب برضه في ان هي مش هتقعد لان هو بيضربها كتير وعدواني. يعني من ضمن الاسباب برضه تقول لي ماما انا مش عايزه نقعد 2 أو 3 بس في البيت، انا عايزه ناس كتير. يبقى اذا في عند عمتها وخالتها في اطفال بتلعب معاهم فهي حابه الاطفال. لا بالعكس جدتها تحت ما فيش اطفال، يعني جدتها لا عمتها وخالتها. حضرتك بتقولي عند عمتها وخالتها تقريبا. عمتها وجدتها. عمتها وجدتها. لا مفيش اطفال. ما هي اصلا مش بتندمج مع الاطفال قد كده، هي اكتر بتحب الكبار. تمام. يعني هي حتى لما بنروح زياره او حاجه بتبقى مندمجه جدا مع الكبار وحابه الكبار. بص يا ام عبد الله. بص يا اختي. أيه. عارفه اكتر حد يحل المشكله اكتر حد يحل المشكله اللي موجوده عنده هو الشخص نفسه يعني. أيه. واخده بالك؟ فانا عايزك تكتبي أيه. كده 5 اسباب
ليه البيت بيئة طاردة؟ تمام؟ ليه البنت ما بتحبش تقعد معايا؟ ايه العوامل اللي بتنفر البنت من البيت؟ ايه عوامل الجذب تحت عند عمتها او جدتها؟ هو مجرد برضو ان اخوها بيضربها، يعني دي حاجه بتضايقها جدا. يعني هي لدرجه ساعات تطلع تقول لي انا عارفه انا جيت للغم، يعني هي عارفه هو بيضربها كتير وانا مش عايزه اضربه. هي 4 سنين وبتقول لك انا جيت للغم. هي ما شاء الله كلامها كبير جدا. تمام، يعني تمام. ما شاء الله بتتكلم كانها حد كبير. طيب عايزين نستثمر يعني الميزه اللي عند البنت يعني. تمام، ما انا مش عارفه والله يا دكتور. انا لغايه دلوقتي ما وديتش حضانه، وخايفه اودي حضانه ابعدها عني اكتر، يعني يبقى نص اليوم فهي في الحضانه. أيوة. ونص اليوم عند جدتها تحت. طيب لا انا عايز هي داخله كيجي في شهر 10، فانا خايفه برضو تبقى يعني خايفه من الموقف ان هي المفروض تتدرب ان هي تروح حضانه. لا بصي يا اختي، المفترض انه احنا عندنا مشكلتين، عندنا مشكله ان احنا نودي حضانه، ومشكله ان احنا السؤال اللي هتجاوبيه على نفسك، ويعني هقول لك بعض الاشارات بس المفروض ان حضرتك هتجاوبيه. يعني فكره انه ليه البيت بيئه طارده وليه البيت هناك بيئه جاذبه؟ ايه الحاجات او الالعاب او الاطفال او التلفزيون مثلا او الى اخره اللي موجود تحت عند جدتها مثلا، بسيب لها التلفزيون مثلا على كرتون معين او الى اخره. خلاص اساليها كده، اسالي البنت واسالي جدتها واسالي عمتها ليه بتحب تقعد عندكم، علشان توجد الحاجات اللي موجود عندهم عندك، والا بتسببي مع الوقت بتسيبي فجوه كبيره جدا بينك وبين البنت. لما النهارده 4 سنين وبتسيبك، اللي المفترض انه احنا بنعاقب الاولاد ان احنا نسيبهم شويه كده، هي بتعاقبك. هي ما عندهاش، ممكن تتاني قاعده بالاربع ايام بره، ما عندهاش اي مشكله. لا لا يا اختي بصي كده، انا يعني انا دايما بتكلم على انه النمو العاطفي والحب والارتباط الوجداني بيننا وبين الاولاد ده هينمي علاقه هتطلع بعد كده، هتظهر اثرها في مرحله المراهقه. لما هي سايباكي من سن 4 ومال 14 هتعمل ايه؟ فاهماني؟ فده من الخطوره بمكان. انا مش عارفه اتعامل مع اخوها، يعني هو بيضربها كتير انا ومش عايزه اضربه، وفي نفس الوقت يعني هو مش بيرضى للعقاب جامد. يعني مثلا هقول له، هو ما بيضربها اقول له خلاص انت ما انتش هتاخد بسكوت، هي هتاخد، واخد منه البسكوت يعيط يقول لي انا مؤدب اهو. اقول له لا ما تقعد شويه، هو مش فاهم، ما تقعد شويه ديت يقوم ضاربها تاني او ضاربني انا. يعني هو مش فاهم ان هو يرضى للعقاب فتره. انا مش عارفه اتعامل معاه، يعني مش عايزه اضربه. طيب خلاص، انا هجاوب حضرتك ان شاء الله، بس اهم حاجه ابدأي من النهارده. لو في حضانه جنب البيت ودي البنت، لان النهارده احنا يعني اهو بدانا في شهر 5 وتدخل على 4 و5، وتدخل حضانه، في بعض الحضانات بتعمل اختبارات للاولاد، فالمفترض انها تبقى عارفه حاجات، فما ينفعش انها تروح اولا ما تبقاش عارفه معلومات، او مش عارفه تكتب اسمها، على الاقل مش عارفه تعد مثلا لكذا، مش عارفه تكتب الارقام، مش عارفه تكتب الحروف. وفي نفس الوقت هتلاقي في صدمه خلاص لما نيجي نوديها الحضانه بشكل مفاجئ لاول مره. يعني احنا عايزين من دلوقتي لغايه اخوها معاها. لا هي خلاص وصلت 4 سنين. لا لا لا، اخوها لسه محتاج يقعد في حضنك دلوقتي. اخوها برضو انا مش عايزك تبعدي عنه علشان ما يطلعش يعني عدواني لا عليكي ولا عليها. البنت بقول من 3.5 كانت المفترض انها تروح الحضانه علشان ازود التفاعل الاجتماعي، لو عندها اللغه حلوه ننمي الثروه اللفظيه، وفي نفس الوقت عشان ننمي الانتباه والتركيز، وعشان ننمي التواصل الايجابي مع الاولاد، وعلشان برضو يعني البنت يبقى في انفصال تدريجي عنك. بعد كده يبقى هننزلها الحضانه دلوقتي علشان تبقى مرحله تمهيديه للحضانه اللي بعد كده، حتى لو عانيتي شويه انها مش عايزه تنفصل، مش عايزه تروح كذا كذا، وان كان يعني سهل انها هتروح يعني ان لم يكن ابدلت الارتباط منك لعمتها ولجدتها. فهنبدا ندربها، هنجيب شنطه جميله، وهنجيب لبس جميل، وهنجيب كراسات جميله، وهنجيب الوان، وهنجيب كل حاجه موجوده، وهنروح معاها مره، وهنروح معاها مرتين، وهنستناها شويه، وهنروح نجيبها، واحنا رايحين نجيب حاجه، واحنا جايين نجيب حاجه لمده اسبوع، حتى لو تاخد ساعه ساعتين ثلاثه اربعه لغايه لما تبدا ترتبط بهناك، ونروح للمدرسات هناك ونديهم بعض الحاجات علشان يدوها لها، العاب، هدايا، ملبسات، كذا كذا، علشان ترتبط بالمكان. يبقى هبدا اوديها علشان تستعد للحضانه في شهر 10 او للكي جي 1 بشكل رسمي خلاص. وفي نفس الوقت المفترض ان كل الحاجات لما تساليها ايه الحاجات الحلوه تحت بشكل غير مباشر او بشكل مباشر، هتقول لك والله في حاجات حلوه عند جدتي او عند عمتي كذا كذا كذا، هنحاول بقدر المستطاع ان نحط نقعدها فوق. لما هتروح الحضانه هترجعي على الاقل هتقعد تذاكري معاها ساعه وساعتين، يبقى احنا ارتبطنا ساعه وساعتين، بس طبعا بدون انفعال وبدون كذا وبدون كذا.
مهم جدا انها تطلع وتقعد معاك. ما ينفعش يبقى في اتنين بيربوا، تحت بيدللوا وفوق هتبقي بعد كده قاسيه، وهتبقي بعد كده بالنسبه لها صعبه، وبعد كده مش هتقدر تطيقك. اولاد كتير جدا جدا اللي بيتربى عند معرفش مين ومين بعد كده بيرتبط بالناس دي وما بيقدرش ايا كان مين الناس معذره، وما بيقدرش يرتبط بالام، لانه حضرتك في الاول وفي الاخر اللي هترتبطي بيها طول العمر. فلما بعد كده مش هترضى مش هتسمع كلامك هيبقى في مشكلتين، مشكله في العلاقه بينكم ومشكله عليها هي شخصيا لو غضبتي عليها او الاخر، وفي حياتها كلها مش هتبقى صح. فعلشان حياتها بقى بعد كده في الدنيا وفي الاخر هتبقى صح، لازم تجيبيها دلوقتي وترتبط بيكي بشكل او باخر. ان شاء الله نجيب لعبه جديده، نجيب كذا مجموعه العاب، يعني ندير الوقت بشكل كويس، مرتبطه بحاجات تحت في التلفزيون نجيب نفس الحاجه اللي مرتبطه بيها لغايه لما نقلل تدريجيا ولغايه لما ننوع الانشطه جوه البيت. لكن ما ينفعش ان انا الابن يتربى معرفش فين او فين او فين وتبقى الام موجوده ومن دلوقتي هو مش قادر يسيب البيت، مش قادر يعني بيسيب البيت، امال في المراهقه هيعمل ايه؟ طيب الاخت ام ساره، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت انا عندي ابني عنده 12 سنه. ايوه. هو يعني عدواني شويه، تصرفاته كلها كده بينرفز اللي حواليه، كل البيت. أيوة. انا جبت ربنا رزقني يعني البنت، فرق بينه وبين حوالي 8 سنين. الفرق بينها وبين بين الولد ده 8 سنين. ايوه. فما اعرفش هو من ساعتها او من قبلها، ما اعرفش، هو يعني شقي جدا بس ذكي جدا في المدرسه. هو مدلل؟ لا، بس هو كان في فتره وهو صغير لغايه 5 سنين كان شويه كده، كان بيقطع نفس، كان في كده مشاكل في الاول. فالحمد لله كويس دلوقتي. كان في مشاكل افن؟ كان في مشاكل في الاول، فمن بعد ما ولدته كده مثلا اتولد. تقصدي مشاكل عنده ولا مشاكل زوجيه؟ لا لا لا، عنده هو. ايه المشاكل اللي كانت عنده؟ كان شويه بيقطع نفس شويه، كان بيزق سنه كده، وبعدين وديته الدكتور الحمد لله قال كويس مفيش حاجه، ده غسل سنين. لا لما زرق شويه كان الازرق ده كان بعد الولاده مباشره ولا كان؟ لا 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 لا، لا بعدها يجي بست شهور حاجه زي كده. بعدها بست شهور، لكن وقت الولاده نفسها ما كانش في اي مشكله. لا كان كويس. كان كويس. طب هو شاطر في المدرسه؟ اه. شاطر في المدرسه؟ اه ممتاز، وبالرغم ان هو يعني اسال على اي مدرس وكويس جدا وبيجيب درجات كويسه جدا، بس هو يعني في البيت مش بيقعد يذاكر قد كده، يعني تقريبا تركيزه او استيعابه كويس او عند المدرس نفسه. ايوه. خد بالك؟ حضرتك يعني في الدروس نفسها كويس جدا بره وفي المدرسه، وبعدين يجي هنا يا دوبك على قد الواجب مش عارف ايه خلاص. لكن هو كدرجات بيجيب درجات حلوه جدا. هو في سته ولا؟ في اولى اعدادي. في اولى اعدادي؟ اه. لكن هو يعني عامل مشاكل مع اخواته ومع معايا انا، مفيش كلام بيتسمع كويس، على طول نقاوح الحاجه نفسها كده يعني. طيب أخته الأصغر منه. أيوه. مالها؟ عندها كم سنة؟ عندها 3 سنين دلوقتي. 3؟ اه. في حد تاني؟ لا، هو قبله بقى في 2، يعني احنا 4 هما كلهم. عندها إفن؟ يعني هنا البيت 4. لا. هو أخوه وبنت أكبر والبنت الصغيرة دي، فالبنت الصغيرة دي جت بعد 8 سنين ما بينه يعني. 5 سنين يبقى أكبر. لا 5 يبقى يعني اللي اصغر منه عنده قد ايه؟ عن 3 سنين. لا ما هو 3 ل 12 كده كتير، يعني 9 سنين المفروض يبقى عنده 7 على الاقل. في حد عنده 7 سنين اللي في النص؟ لا 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 لا، ده اللي اكبر منه بقى كبير عنه، عن 3 سنين اكبر منه. اه يعني الثمان سنين الفرق ده كان بينه وبين اخوه اللي اكبر منه. لا حضرتك مش معايا، مش لا، الثمان سنين فرق بينه وبين الاخوه اخته الاصغر منه. الاصغر منه؟ اخر حاجه. اه اصغر منه. يبقى عندها قد ايه؟ يبقى 4 مثلا. اه ماشي تمام. على بس انا عايز احسب الثمان سنين الفرق فين. انا عايز اقول بس الثمان سنين دول كان هو ما شاء الله يعني الملك المتوج على عرش البيت يعني. أوه. وكان واخد كل الحقوق يعني. كان احنا برضه بنخاف عليه جدا عشان حكايه الدوشه كانت عنده وهو صغير، فكنا يا دوبك يعيط اي حاجه على طول جري عليه. ده اللي انا اقصده، علشان كده بقول كان في حمايه زياده ليه
علشان الثمان سنين، ولذلك انا بحسب قبليه ولا بعديه، لان ده مهم جدا جدا. هي الفكره كلها ان احنا من حيث لا ندري ولا نشعر احنا بنبقى عندنا حمايه زياده، خاصه لما في طفل فعلا عنده مشكله، او طفل اخير، او طفل مريض، او طفل وحيد على بنات، او بنت على اولاد، او طفل اولاني، او جه على كبر، او عنده مشكله مرضيه او ما شابه. فبيبقى الحقيقه عندنا مشكله احنا شخصيا كاباء ان احنا بيبقى عندنا حمايه زياده ليه، فبيبقى هو خلاص اللي بيدير الدفه. هو دلوقتي عارف كويس جدا انه اي حاجه هيطلبها مجابه، وفي نفس الوقت هو بيدير انفعالاتنا مش احنا اللي بنديره، يعني هو عارف امتى ينرفزنا وامتى كذا وامتى كذا، فيعني شايف انه بيضغط علينا بحاجات، فهو الحقيقه بيصعب علينا علشان عنده مشكله، وبالتالي طول الوقت يعني كان واخد مننا يعني حمايه زياده، وحس ان هو يعني الملك المتوج على عرش البيت، وان هو افضل من اخته الكبير، اخوه الكبير او اخته الكبيره، وافضل من اخته الصغيره. تمام. فهو حس انه كمان هو ولد على بنات. لا، ولا في اخوه الكبير او ولد اخ كمان؟ له اخ كمان. ليه اخ كمان؟ الاكبر. الاكبر. تمام. هل في مشكله بينه وبين اخوه الكبير؟ لا والله خالص. لا يعني مفيش مشكله بينه وبين اخوه الكبير، لكن مشكله بينه وبين اخته الصغيره؟ لا، هو بيحبها وكل حاجه، بس هو دايما عاكس، دايما عاكس البيت يعني نفسه. طيب احنا يعني بصي، انا عايزك تدخلي على موقع قناه الرحمه خلاص، وهتسمعيه وهو هيستجيب دلوقتي ان شاء الله في فرم الحراره دي. يعني هو لسه في بدايه مرحله المراهقه، في بدايه الاستقلال، بدايه الاختلاف، بدايه التعبير عن الذات، بدايه انه ما يعني مش عايز اسمع كلام حد، وحاسس ان رايه هو اللي يمشي والى اخره. حسيبه، حديها له يعني، حدي له مساحه من الحريه، حدي له مساحه من الاستقلال، حدي له مساحه من التعبير عن الذات، يعني هتقبله هو، ويعني ارفض سلوكه الغلط. هيبدا في بدايه يبدا يكون الشخصيه، فما ينفعش ان انا انقضه، ما ينفعش ان انا اضربه. واخده بالك؟ وعايزه يسمع حلقه 365 يوم عيد للام. ايه ده؟ 300 حلقه 300 بعنوان 365 يوم عيد للام على موقع قناه الرحمه. ان شاء الله. خليه يسمعها خلاص؟ هي الحقيقه يعني كانت حلقه مؤثره كلها عن العلاقه بالام، علاقه الاولاد بالاباء بشكل عام، وخاصه بالام يعني. تمام. هي بعد كده هيعيد ترتيب يعني اوراقه في العلاقه مع حضرتك يعني بعد الحاله دي ان شاء الله يعني. لكن انا يعني احنا معروف ان لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، فهو مش هيكون عدواني الا اذا كان في عدوان يعني عليه، او حصل انه لما اعتدى في حد اعتدى عليه يعني. والله طيب هقول لك برضه نعمل ايه تاني. ماشي دكتور، هقول لك نعمل ايه تاني. شكرا لاتصال حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نعمل له جدول تعديل سلوك، يعني نمسك السلوكيات اللي هي عنده فيها مشكله، ونيجي نقول والله هو عنده ثلاث مشكلات، ان هو مثلا بيضرب اخته الصغيره، ان هو عنيف معايا، او ان هو بيقول الفاظ وحشه يعني، وهنيجي نكتب جدول الايام، ونيجي نكتب يعني نشوف كده السلوك. وتعالوا بس حتى نغير سلوك واحد في الاسبوع ده، يعني نكتب مثلا عندنا خمس سلوكيات سلبية عنده، يعني عايزين على مدار خمس أسابيع نغير الخمس سلوكيات دي. هنركز طول الأسبوع ونقول له إيه رأيك تعالى نسجل اليوم كده الأسبوع كله، وتعالى نسجل كم مرة أخطأت في الجزئية دي، ونقعد نناقشها آخر الليل، لأنه لا شك كل إنسان يتمنى إنه يكون كويس، كل إنسان يتمنى إنه يكون ناجح، كل إنسان يتمنى إنه يكون سعيد، كل إنسان يتمنى إنه يعدل سلوكه، كل إنسان يتمنى إنه هو يكون متقبل من حضرتك يعني، وبالتالي هو عنده القابلية إنه هو يتحسن. تمام. وبالتالي هنركز على سلوك واحد، وهنقعد طول الاسبوع نسجله له يوميا، ونشوف هو بيعمله كم مره، ونناقشه فيه، ونشوف المواقف اللاحقه والسابقه. اللاحقه يعني ايه اللي خلاه عمل كده؟ هل علاقته بينا؟ هل كان متنرفز من حاجه؟ هل حاسس انه في رغبات معينه احنا منعناه انه ينفذها؟ هل وبعدين نشوف رد الفعل بتاعه على الموقف، يعني نقول الموقف والحاجات، المواقف السابقه والمواقف اللاحقه على الموقف. طول الأسبوع لغاية لما هو يبدأ يدرك ويستبصر، وبداية التغيير الإدراك، ونبدأ بعد كده في السلوك الثاني والثالث والرابع والخامس. وممكن نعمل جدول تعديل السلوك الكلاسيكي التقليدي المعروف، إن احنا هنكتب الأيام، وبعدين مقارنة بينه وبين أخواته منافسة، وهنكتب الأيام، وهنيجي نكتب السلوكيات الجيدة والمكافأة عليها، وليكن بعلامة صح، وكل علامة صح ياخد عليها ربع جنيه مثلا، والسلوكيات السيئة
وعليها علامه غلط، وكل علامه غلط هياخد يعني ينقص عليها منها ربع جنيه. وبعدين الامضاءات، لانه لازم يكون للاب وجود. دلوقتي بالتحديد هو بدا يدخل مرحله المراهقه، لازم الاب يكون موجود يومين حتى لو خمس دقائق، بحيث انه يقرا السلوكيات طول اليوم للاولاد كلها ويمضي ويكافئ ويخصم طول اليوم. بس عايزين اول اسبوع ثاني اسبوع كده ما نركزش قوي على السلبيات، ونركز على الايجابيات اللي هو بيعملها علشان يحس انه متقبل، وبالتالي يهدا ويقلل من سلوكياته الخاطئه. السلام عليكم. ام اسراء، السلام عليكم. دكتور لو سمحت، عليكم السلام. عندي بنتي عندها سنه ونص. سبعه ونص. سنه ونص ولا سنه ونص؟ ايوه. وانا اتحمل دلوقتي في الشهر التاسع، ودايما بتغير وبتبكي على طول، ومش عارفه اعمل معاها ايه، ودايما بترفضني ان انا اتعامل معاها، وعايزه والدها هو اللي يتعامل معاها. ايوه ايوه. دايما بقى مع ان والدها هو بيشخط فيها وبيقسى عليها، عشان دايما بتعيط كتير، ودايما عايزه تروح له برضه، وترفضني ان انا اكلها واشربها او اعمل معاها اي حاجه. ايوه. مش عارفه اتعامل معاها ازاي، اشخط فيها انا كمان، ودايما حتى لو عملتها بحنيه برضه اطبطب عليها بترفض وبتبكي وتقعد تجري وبتحرم كتير. هي رضعت قد ايه تقريبا يعني؟ ما كملتش سنة. رضعت قد ايه؟ رضعت تقريبا سنة. شهر واحد صح؟ سنة. سنة؟ واقل من سنة تقريبا كمان. هي عندها سنة ونص دلوقتي. ايوه عندها سنة ونص، وبعدين حصل حمل وفصل. حضرتك حامل في الشهر التاسع، يعني لما نقول 18 ونشيل من 9، يعني 9 شهور او يعني 10 بكتير قوي، ما كملتش سنة. والحقيقة دي بتبقى يعني يلا قدر الله ما شاء فعل، بس انا دايما بتكلم على انه يعني نبقى محتاطين، لان مساله الحمل الرضاعه في غايه الاهميه علشان البنت تهدا، والا يعني سلوكياتها دلوقتي عصبيتها وبكائها واحساسها بعدم يعني الاحساس بالامان وعدم الاحساس بالحب وتوترها، كل ده نتيجه انه ما اخذتش سنتين الرضاعه، وفي نفس الوقت ما كانتش يعني متشاله السنتين علشان تبقى قريبه، وعلشان النمو الوجداني والنمو العاطفي ما اكتملش عندها بشكل كويس يعني. لكن هنحاول بقدر المستطاع. انه واضح ان حضرتك لسه معايا. طيب يعني ما اعرفش صوت حضرتك برضه، ربما يكون خلال الفتره اللي فاتت كان في تعب او شيء من هذا القبيل. انا كنت نفسي اسال حضرتك، لانه متوقع انه كان في تعب ما، فكان مخليكي برضه مجهودك معاها قليل يعني. احيانا الدكتور بيقول الست الحامل والله عندك مشاكل، المفترض انك يعني تنامي على ظهرك فتره من الزمن وكذا وكذا، فبتبقى الحقيقه ما هياش عندها قدره على التواصل مع البنت الصغيره، وبالتالي البنت ما حستش بيكي قوي، وما حستش لانه الاحساس يعني نتاج تفاعل، والتفاعل لازم يكون ايجابي، لانه برضه في اكتئاب الحمل، فربما حضرتك تكوني متنرفزه شويه او عصبيه شويه او يعني مكتئبه شويه او متضايقه شويه، فكل ده برضو أخذ من طاقتك وخلاها سلبية، فمش قادرة تدي طاقة للبنت إيجابية. فأنا عايزك تدرك الأوامر دي، المسائل دي كلها، تبقى عارفة إن البنت ما رضعتش كفاية، وإنه في سلوكيات منها كتير المفترض إن احنا نعذرها فيها، نعرف إن بكائها نتيجة إحساس بعدم الإشباع، وبالتالي لازم يتم حضنها وكأنها ما زالت بتكمل الرضاعة، والمفترض إن احنا بقدر المستطاع عصبيتنا أو حدتنا في التعامل لا تقل جدا، وتبقى مدركة إن ربما يكون أثناء الحمل عندك بعض المشكلات، وبالتالي ما تنعكسش على البنت. حاولي تفصلي ما بينك ما بين مشكلاتك وما بين اي مشكله خاصه بالحمل، وان كانت دي حاجه فسيولوجيه يعني، لكن بقدر المستطاع قدرتي تنزلي بيها يعني تتمشوا ما فيش مشكله، قدرتي تحتضنيها وتلعبوا مع بعض، يا ريت اغلب الوقت تقضيه لعب، ولانه برضو في جزء من الغيره علشان حضرتك حامل، وطبعا دلوقتي هي مدركه تماما مساله الحمل، وبالتالي هنقول لا النونه جايه لك هديه، وفي نفس الوقت تعالي علشان نجهز لها كذا، وتعالي اسمعي صوتها، وطول الوقت تبقى مرتبطه بيها، وانت الكبيره، وعشان تروحوا مع بعض تلعبوا مع بعض، وهجيب لعب علشان تلعبوا مع بعض، وتليفون بسماعتين مثلا، السماعه ادي واحد مثلا، يبقى المفترض ان هي مستنيه حد يجي علشان يلعب معاها، لان مستنيه حد يمسك السماعه الثانيه، فبالتالي تبقى هي منتظره، يبقى انا بقلل الغيره بقدر المستطاع من اختها او اخوها اللي جاي، لكن انا محتاج في خلال الفتره دي لازم يكون في تلامس كتير، لازم يكون في تقبيل كتير للبنت، لازم يكون في احتضان للبنت، لازم يكون في زي ما بقول نظرة حب ولمسة حب وقبلة حب وبسمة حب ولمسة حب وحضن حب، ويعني هنقعد مع بعض فترة أطول من كده، هنلعب مع بعض فترة أطول من كده،
هتمسك اي حاجه وتقعد يعني ورق معين، هننقل مثلا ميه من مكان لمكان، يعني ايا كان لازم، انا عايز بس يبقى في تواصل معاها، يعني عايز حضرتك تقعدي معاها اطول فتره ممكنه وتهيئيها خلال المرحله اللي جايه دي للولاده، وان هي اللي تبقى منتظره اخوها علشان نقلل قدر المستطاع الغيره اللي موجوده جواها اللي بتخليها عصبيه يعني. طيب ارجع لمشكله قلق الامتحان برضو، وكنت بقول ايه اللي بيخلينا يعني او يخلي بعض الاولاد يقلقوا قلق زياده، وكنت بقول ربما هو يكون عنده مشكله قلق اصلا يعني، فقلق الامتحان جزء من الكل من القلق اللي موجود عنده، او هو شخصيه قلقه فعنده هو عنده سمه قلق مستمره اطول فتره ممكنه، هو قلق هو قلوق بهذا الشكل يعني، وبيبالغ قوي في خطوره الامتحان وبيقلل قوي من قدراته، وده اللي بيخلي الامتحان بالنسبه له جبل، ويخليه هو يا دوبك يعني حاجه كده كام سنتيمتر جنب الجبل، فبالتالي يحس ان هو خايف جدا جدا يعني. اخد الاتصال وكمل حضرتك. السلام عليكم. الاخت منال السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مع حضرتك اتفضلي. ازيك يا دكتور صالح؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. كان نفسي اكلم حضرتك والله من زمان عشان خاطر ابني ده. اتفضلي يا اختي. بقول لحضرتك ابني بيمر دلوقتي بفترة مراهقة، يعني عنده 18 سنة دلوقتي. ايوه. فتعبني جدا مش عارفة ان انا اتعامل معاه ازاي. ايه المشكلات يا اختي؟ كمان طول الليل بقى ماسكه في التليفون، وامتحاناته في ثانية سنة، وطبعا شهر 6 هو في سنة ثالثة؟ ثانية. ثانية ايه؟ ثانية ثانوي عام. هو كان تجريبي؟ لا ثانية. هو 18 سنة وفي ثانية؟ ما هو اصلا معاد سنة. معاد سنة تمام. طيب ايه المشكلات ايه المشكلات اللي بيعملها؟ نعم. ايه المشكلات اللي بيعملها؟ المشكله ان هو على طول يقعد بره في الشارع يكلم بنات، يمسك التليفون طول الليل، يعني وكان بيمر فتره مراهقه جامده قوي يعني الايام اللي فاتت دي، بيكلم بنت وكان له علاقه معاها انه عايز يخطبها وكده وما حصلش نصيب، يعني وترك مذاكرته خالص، ومش عارفه والله ان انا اتعامل معاه ازاي. فين والده؟ هو والده يعني شغال كده بيسافر برضك وكده، فمش قاعد معانا على طول. يعني تقريبا يعني بيجي يعني 10 ايام وبيمشي 20 يوم. في ال 10 ايام دول عايز يعوض بقى غيابه، يعني التعامل الاب معاه في ال 10 ايام دول شكله ايه يعني؟ يعني لا حضرتك ركزي، اسمعيني من السماعه على طول. بيحاول بقدر الامكان ان هما بي لا خليهم وطوا التلفزيون، وطوا التلفزيون. ماشي حضرتك ماشي. فبيعمل كويس جدا، بيحاول بقدر الامكان ان هما بيحاولش ان هو يزعله، ما بيحاولش ان هو يضايقه. بس برضك انه بيكلمه برضك على مصلحته، يعني بيقول له برضك ان الحاجات اللي انت بتعملها دي مش دلوقتي، خد مثلا خلص كليتك الاول وبعد كده ايه يعني شوف مستقبلك الاول وبعد كده البنات يعني قدام شويه، يعني بيتكلمه كتير، بس مش عارفه برضك ان انا اتعامل معاه ازاي. او قاعدين هيروحوا فين؟ تمام تمام. طيب لاحظت مره انه اخذ اي حاجه من البيت؟ اخذ حاجه زي ايه؟ يعني سرق فلوس مثلا ولا حاجه؟ لا 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 طبعا. لا ما عندوش هو الحاجه دي خالص. بيدخن؟ لا 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 يا دكتور لا. بيدخن؟ هو بيدخن. بيصلي؟ ممكن مثلا لو حد عزم عليه بره بياخد. لا بيدخن بشكل مستمر ولا؟ لا مش باستمرار يعني، لو حد مثلا لا انت عارف حضرتك يعني الشباب بيبقى في وسط بعضهم بيبقوا عاملين ازاي مع بعض، طبعا واحد بيعزم عليه بسجاره بياخدها كده. ايوه ايوه. بيصلي ولا لا؟ ساعات بيصلي وساعات برضه بيقطع الصلاة. أيوه. هو الكبير؟ نعم. هو الكبير؟ أنا ما عنديش إلا هو وأخته بس. أخته عندها قد إيه؟ أخته عندها 12 سنة. يعني برضه الفرق 6 سنين بينهم هما الاتنين يعني. نفس الفكرة يعني، كان شوية مدلل وهو صغير برضه. أيوه. طيب هرد على حضرتك يا أختي. شكرا. العفو يا فندم، العفو.
طيب هو لو حضرتك كنت عايز تكلميني من زمان، يعني مثلا من 5 سنين، من ساعة ما كان يعني عنده 13 سنة، هو كان برضو بدأ يعني في بداية مرحلة المراهقة، لكن الحقيقة دايما بنقول انه درهم وقاية خير من قنطار علاجي. يعني الحقيقة انه ما قبل 12 كان في إطار التربية، ما بعد 12 في إطار العلاج. يعني طيب يعني هو 18 سنة الحقيقة، وبشرك ان هو خلاص يعني بدأنا برضو يعني يعني المؤشر ينزل بتاع مرحله المراهقه، لانه خلص مرحله المراهقه المتوسطه. احنا عارفين انه البنات يبداوا في مرحله المراهقه من سن 12، والاولاد يبداوا في سن 13 مع يعني الاخذ في الاعتبار الفروق الفرديه، ويبدا من يعني 12 13 الى 15 دي مرحله المراهقه المبكره في الاعدادي، فيبدا يعني شويه يبقى في انجذاب غريزي للبنات يعني. وبعدين يبدا من 16 17 18 مرحله الثانوي. الحقيقه لو لاحظت معايا وبصيت على يعني نص دايرة كده أو قوس كده أو منحنى اعتدالي كده، وخد الجبل يعني الأعلى نقطة فوق خالص، هتلاقي سن 16 و17 مع بعض، هي دي الحقيقة أخطر مراحل العمر، هي دي اللي فيها أغلب انحرافات المراهقين وأغلب يعني السلوكيات الخاطئة، لأن هو دي أعلى مرحلة من الاستقلالية والتعبير عن الذات والإحساس بالقوة الذاتية ونقص الثقة بالنفس برضو في نفس الوقت، فبالتالي يبقى في تدخين علشان أمسك السيجارة تديني ثقة بالنفس. وبرضو الأولاد طبعا ده بيعرف للأسف بنته، ده بيعرف. لو احنا عايزين النموذج الإسلامي ليه؟ عايزين النهضة ليه؟ ما علشان عندنا 7 مليون متعاطي مواد مخدرة عايزين الكلام ده للأسف ينتهي ويقل. عايزين برضو النموذج الإسلامي وعايزين النهضة الإسلامية ليه؟ ما برضو علشان ما يبقاش المسألة متاحة يعني على طول، يعني الأولاد والبنات وكذا وكذا. وبالتالي لما الأولاد يعني للأسف بيشبع رغبته إشباع جزئي بكلام ولا بهمس ولا بلمس ولا بأي فعل جنسي، للأسف بيشبع رغبته جزئيا، فده اللي بيخليه بعد كده يبقى مش عايز يتجوز. يعني حتى لو عنده استطاع فهو يقول لك يعني براحتي، يعني هو عايز يتجوز دلوقتي لكن بعد كده يقول لك براحتي يعني. وبالتالي كل البنات ما لهمش لازمة، كل البنات ما ينفعوش. وقلت قبل كده أنه البنات أحيانا يبقوا سبب في العنوسة عندهم هم شخصيا، يعني البعض يعني، لأنه هو للأسف فرط في نفسه، هو بدأ يتكلم، فبدأ الولد يشوف البنات كلهم يعني قليلين وشافهم سهل الحصول عليهم، وفي نفس الوقت خد الجايزة قبل ما يبدأ يتعب علشان يجهز نفسه. لكن أنا عايزه يتعب ويجهز، يتعلم كويس ويجهز نفسه كويس، وبعدين ياخد الجايزة فيحافظ عليها بعدين. لكن هو هتبقى فكرته سلبية للأسف عن البنات. فأنا بقول يعني كل المسائل دي محتاجة تعدل بشكل عام. هرد على حضرتك برضو بشكل يعني ابنك بشكل خاص بعد الاتصال. السلام عليكم. الأخت أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور صالح، كنت محتاجة عنوان حضرتك ضروري جدا 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 جدا. طيب يكفي جدا واحدة يعني؟ لا والله مش يكفي، لو أنا طرحت مشكلتي كده على الهواء هتاخد وقت البرنامج وزيادة. طيب وكنت عايزاها في أقرب وقت، الله يكرمك، الله يصلح حالك، في أقرب وقت. طيب يا أختي خد الرقم بتاعي من الكنترول. عنوان العيادة. طيب كلميني حضرتك ان شاء الله، هو عندهم عنوان العيادة ان شاء الله، كلميني حضرتك بعد البرنامج او خد الرقم وكلمي السكرتارية واشوف حضرتك في اقرب وقت ان شاء الله. طيب شكرا لاتصال حضرتك. الحقيقة اغلب المشكلات طبعا بتبقى في الفترة من 16 ل 17. لاحظي حضرتك معايا قلنا هيبدأ من 12 13 14 15 مرحلة الإعدادي يبدأ يتغير وتبدأ سلوكياته تختلف، وبعدين من 16 17 18 ها في يعني أعلى في الذروة، يعني أعلى معدل للسلوكيات الغلط. وبعدين من 18 أبشرك أنه هيبدأ يعني ينزل 18 19 20 21 مرحلة المراهقة المتأخرة، هيبدأ زي ما بيقولوا كده يعقل. وده حقيقي، لانه اولا يعني لعبوا يعني لعبوا اولادكم ابناء 7 وادبوهم ل7 وصاحبوهم ل7، 7 و7 14. طب وصاحبوهم ل7 لا 7 الثالثه لغايه 21 ثم ترك لها الحبل على الغارب، لانه خلاص هو بعد 21 خلاص هو يعني الفص الامامي ده اكتمل، وده وظيفته، او الفص الجبهي او الفص الامامي وظيفته اكتملت دلوقتي، اللي بتبدا من سن 18 قدره، وظيفته القدره على الحكم، التعقل، قدره على التفكير العقلاني والمنطقي. لانه زي ما قلت الانجذاب للبنات بيبقى من 12 ل 15 انجذاب غريزي، ويعني كان البنت والولاد بيلعبوا مع بعض في يعني الكيجيهات وما قبلها، وما حاسين المسائل فيهاش مشكله قوي ومش واخدين بالهم من اي حاجه. تبدا مرحله المراهقه مع الظهور والنمو الجنسي، وبعدين يبقى في يعني ميل غريزي فطري لدى البنت والولد، ولذلك يعني
علموا اولادكم سلام ابناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، علشان خلاص هيدخل مرحله المراهقه، علشان ما يبقاش قدامه يعني ما يثير ويلهب مشاعره وغريزته وكذا وكذا. يبقى هو بدا ينزل، لانه الفصل الامامي او الفصل الجبهي هيبدا دلوقتي ياخد وظيفته او تنمو وظيفته اهو بدءا من سن 18 فما فوق اهو، التعقل والاتزان وكذا وكذا. في المرحله من 15 ل 18 هيبقى في ميل للفيميل، هيبقى ميل للانثى او من انثى للذكر، بيبقى في اغلب المشكلات بتاعه الرومانسيه والحب وكذا، لانه في حب رومانسي في المرحله دي للاسف. 90% منه عاطفه و10% منه عقل. وهل يغلب يعني 10 90؟ مش ممكن، مش ممكن 10 تغلب 90. وبالتالي بتبقى ميل عاطفي، عشان ما نخبطش قوي مع الاولاد، علشان نبقى مدركين تماما انه ما يقرب من 95% من العلاقه هتنتهي لسبب بسيط جدا. لو في علاقه في الاعدادي مثلا بين ولد وبنت، ما هو كده كده هينمو نمو جسمي ونمو عقلي ونمو اجتماعي، ويعني الخصائص بتاعه فتاه الاحلام او فتاه الاحلام هتتغير جواهم هم في الاعدادي، فهيدخلوا الثانوي برضه هينجذب لحد تاني وهيتغير، فعشان كده نبقى عارفين ومقنين انه هيتغير وهي هتتغير. فانا ما وجعش قلبنا قوي كل ما هنالك انه احنا نبقى واقفين جنبهم. المشاعر اللي خدوها من بره، لانهم احيانا يحرموا او ما لقوش المشاعر جوه، وحتى لو خدوا مشاعر بره وكانت هي المشاعر الوحيده، لما يتصدموا وهيتصدموا 98 او 95% هيتصدموا، لان دي مشاعر رومانسيه ما هياش حقيقيه وما هياش منطقيه وما هياش واقعيه. يعني الولد بينجذب للبنت والبنت بتجذب للولد لاسباب خياليه وهميه ومش اسباب حقيقيه، علشان كده ما يعني نتضايقش قوي لان ده هينتهي، بس المهم التعامل معاهم بشكل كويس واستقطابهم واحتوائهم. بعد الفاصل هكمل لحضرتك اجابه السؤال. تربيه الابناء، تربيه الابناء، الابناء، تربيه الابناء، تربيه الابناء، تربيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربيه. الحقيقه قبل ما اجيب على هذا السؤال، هي كلمات مؤثره قالها شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان، يعني الحقيقة كلمات يعني كسلاسل الذهب كالدرر، كل كلمة ليها معاني. فالحقيقة إن شاء الله يعني هو يلقى قبول قبل أن يتحدث، وإن تحدث يلقى حب إن شاء الله. اللهم ألف بين البلدين الشقيقين، لأنه يعني ده إن شاء الله، وإن شاء الله هنشوف الحلقات يعني هنشوف الحدث مكتملا بعد البرنامج المرة الثانية إن شاء الله. يعني أسأل الله وأدعو الله أن يعني يؤلف بين القلوب في الأمة العربية والإسلامية جميعا، لأنه توحدنا يراه الآخر وضعفنا ينتظره الآخر، فلا يجب أن ننظر تحت أقدامنا وننسى أن هناك من يريد أن يفرق. طيب، كانت أختنا الأخت منال بتكلم عن ابنها 18 سنة، وقلت لحضرتك أنه أيا كانت المشاعر اللي موجودة في مرحلة المراهقة المتوسطة من 15 ل 18، إحنا الإسلام لا يصادر يعني أقول غريزة أو مشاعر، ولكن الحقيقة يصادر بقى سلوك سلبي أو سلوك خاطئ ينتج عن هذه المشاعر يعني. فهستقطب المراهق وهستقطب هذا الشاب وححتويه، ويجد من الحب ما يجد داخل البيت، ويجد من التقبل ما يجد داخل البيت، ويجد ان انا اسمعه كويس جدا جدا داخل البيت، ويبقى طول الوقت بهيئه انه عايشين في دنيا، وان دي طبيعه مرحله، وطبيعه المرحله بيبقى فيها مشاعر، ولانك مراهق فبتبقى مثالي، فشايف بتثق دائما وتثق كثيرا في الاخر، سواء البنت في الولد او الولد في البنت. ونبقى فاهمين كويس جدا انه بنسبه 98% او على الاقل 95% ده هينتهي حتما لعوامل كثيره جدا جدا، انه هيتم تغير في النمو العقلي، وتغير في النمو يعني الاخلاقي، وتغير في النمو الديني، وتغير في النمو الاجتماعي. المهم انه هيكون في رؤيه وادراك ومنظور مختلف لفتاه الاحلام او فتى الاحلام اللي هيكون بعد كده. واسالوا الناس الكبيره هتقول لك والله كان في حياتنا بعض المشاعر، ولكن انا مستغرب ازاي كانت المشاعر منكذبه هنا وهناك، كانت مشاعر الحقيقه غير مسؤوله وغير منضبطه
لا بشرع ولا بعلم ولا بمنطق ولا بعقل، وإنما كان اندفاع من اندفاعات المراهقة. علشان كده لا يعني في علاقة حرب مع المراهق، ولكن أكون في علاقة تقبل لهذه المشاعر، وأن فهمه كويس جدا إن دي مشاعر طبيعية وحتنتهي. يعني المهم إن دي بعض الحاجات الأساسية في مرحلة المراهقة. لازم يا أختي وجود الأب يبقى فاعل، ولازم يكون موجود معاه كويس جدا جدا، لأنه دي مرحلة لازم يكون الأب فيها موجود. لازم الولد يشعر بالحب زي ما قلت داخل البيت، لازم يشعر بالأمن داخل البيت، لازم يشعر بالتقبل داخل البيت، لازم يشعر بالتقبل ليه هو كابننا. ونبقى زي ما قلت لك احنا ضد سلوكه، نفهمه كويس جدا ان احنا ضد سلوكه. لا يؤخذ بسلوك خاطئ، لا يؤخذ كله بسلوك خاطئ، لا احنا نتقبلك انت مهما حصل. مهما حصل فيش حاجة اسمها انت مش ابننا او انا غضبان عليك او البيبي فوت جمل او اطلع برا او عندي غيرك او ما شابه. كل الكلام ده خاطئ، ما ينفعش ان انا يعني انقده عمال على بطال. وطبعا فضلا انه ما ينفعش يتضرب خلاص، وصاحبه سبعا بعد 14 سنة، ومحتاج انه يبقى فيه حوار دائم لا ينقطع. بقول دايما يبقى الود من ما بقي الحوار، وينخفض الحب من خفض الحوار، ويضعف الحب من ضعف الحوار، ويقل الحب ما قل الحوار، ويقتل الحب ما قتل الحوار. يبقى إذن الحوار هو الأداة وهو الطريق وهو الوسيلة وهو القناة اللي هتوصلنا للأولاد، توصل الأولاد لينا. ما ينفعش إن احنا نقطع الحوار بيننا وبين أولادنا. الحقيقة برضو عايز بقدر المستطاع لو في عم أو خال أو أي حد في وجود سفر الأب، لازم يكون قائم مقام الأب، أب بديل، علشان يبقى يعني يصاحبه ويحاوره وينزل لمستواه ويبدأ ياخده ويروح مسجد، وبقدر المستطاع يحط في يعني طريقه شلة أصدقاء جيدة، ويشغل وقت الفراغ بما يفيد. أكمل حضرتكم إن شاء الله للناس اللي لسه ما خلصتش امتحان، قلق الامتحان وإزاي نتخلص منه إن شاء الله الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تربية الأبناء، تربية الأبناء.